عبر سكايب. أهلا وسهلا بك. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. إذن دعوات متتالية من الوساطة الدولية في مالي لتسريع تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، ما الذي يعيق حتى الآن صراحة هذا الملف؟ للأسف يعني اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر والذي كان الجزائر دور يعني كبير فيه بالإضافة إلى الفاعلين الدوليين، العراقيل التي حدثت هي المدة الطويلة لهذا الاتفاق الذي وقع في 2015 ونحن الآن في السنة السادسة بعد توقيع هذا الاتفاق، والسبب الرئيسي هو مماطلة الحكومات السابقة للبلاد في تنفيذ هذا الاتفاق، في تنفيذ بنود الإدماج ونزع السلاح، والكثير من البنود التي تضمنها هذا الاتفاق تم تأخير تنفيذها، كان من المتوقع أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق والانتهاء منه في خلال سنتين، ولكن للأسف تلك الحكومات ماطلت وأخرت في تطبيق هذا الاتفاق لنصل إلى هذه المرحلة يعني المتأخرة حاليا. النظام الجديد والحكومة المالية الحالية سرعت في تنفيذ هذا الاتفاق، ولكن للأسف هي ورثت تركة يعني كبيرة وعراقيل كانت حدثت بسبب المماطلة والتأخير من قبل الأنظمة والحكومات السابقة التي لم تكن هناك نية يعني للتطبيق على حسب تعبير الأطراف التي موقعة على الاتفاق. لماذا السيد محمد ويس المهري؟ النظام في ذلك الوقت عندما وقع الاتفاق كان يريد إنهاء الحرب بأي طريقة معينة وإنهاء الحرب التي كانت حادثة في ذلك الوقت، والبنود التي تم التوقيع عليها يعني استغرقت حتى كثير من المناقشات أشهر كثيرة، ولكن للأسف كانت هناك أصوات داخل الدولة المالية تقول وتعبر على أن هذا الاتفاق يعبر عن الانقسام بحكم أنه كان يطالب باللامركزية ويطالب بشبه حكم ذاتي في شمال البلاد بحكم أن المنطقة يعني بعيدة عن العاصمة وبعض الأشياء التي تحدث من النظام المركزي وبعض المشاكل التي تنتج عن هذا النظام المركزي وبعض المطالبات التي طالبت بها الحركات الأزواجية، بعض الأصوات داخل الدولة المالية وفي نعم كسؤال آخر. قالوا أن هذا كسؤال آخر السيد محمد ويس، في نظركم ما هي الوسائل التي قد تعطي فعالية في تسريع تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي؟ وسائل الحكومة لديها كل الوسائل والدولة المالية لديها كل الوسائل وتستطيع أن تسرع في تنفيذ هذا الاتفاق الذي يعتبر هو حل لمشاكل المنطقة شمال مالي بصفة عامة الذي وقعت الأطراف الأزواجية والحركات الأزواجية التي وقعت هذا الاتفاق مع الدولة المالية بالرعاية الدولية. هذا الاتفاق هو حل لكثير من المشاكل مثل نزع السلاح وإدماج المقاتلين السابقين وإنهاء العنف وإنهاء الأزمة الأمنية. نحن نعاني الآن من تراكمات ونتائج لتأخير هذا الاتفاق بسبب هذا التأخير حدثت هذه المشاكل التي تعاني منها مناطق شمال البلاد بالذات في المناطق الرئيسية والولايات الرئيسية مثل قاو وكيدال وتمبكتو. لو طبق الاتفاق في الفترة الزمنية التي كان من المتوقع أن يطبق فيها وهي مدة سنتين لم نكن نصل إلى هذه النتائج وتفاقم هذه الأزمة الأمنية التي خرجت عن السيطرة في مناطق الشمال، ودائما ركزت الجزائر والشركاء الدوليين الذين رعوا هذا الاتفاق على التسريع في تسريع تطبيق هذا الاتفاق، ولكن للأسف كانت هناك مماطلات وتأخير متعمد وبعض العراقيل من بعض الفاعلين حتى في خارج مالي كانت تعرقل هذا التطبيق. من خارج مالي تحديدا سيد تراه يعرقل هذا المسار مسار السلم او اتفاق السلم والمصالحة الوطنية؟ نعم كانت هناك بعض الأطراف مثل خارجية فرنسا. نتحدث سيد محمد خارجية نعم. كانت بعض الأطراف مثل فرنسا كانت بعض تبدي بعض التحفظات على هذا الاتفاق، وكانت حتى بعض التطبيقات التي تقوم بها الدولة المالية بالإضافة للحركات الأزواجية كانت دائما تلقى تحفظا من فرنسا بحكم أنها مهيمنة على مالي ومهيمنة على الدول غرب أفريقيا بحكم أنها مستعمرات قديمة لهذه الدولة. ما موقع كسؤال آخر ما موقع السلطات الانتقالية في مالي في نظركم من هذا المسار أو الاتفاق ككل؟ عبرت الحركات الأزواجية التي هي أطراف في هذا الاتفاق الفترة الأخيرة عندما عقدت مؤتمرها في شهر يونيو الذكرى السادسة لتوقيع هذا الاتفاق وقالوا أنهم لمسوا النية والتحرك الكبير والنية الصادقة لتنفيذ هذا الاتفاق، ونحن نتابع ذلك حتى على المشهد السياسي أن الدولة المالية تحاول بشتى السبل الحالية النظام الحالي يحاول بشتى السبل تطبيق هذا الاتفاق، وقد سرع وأدمج الكثير من المقاتلين وقام الوزير المصالحة دائما يذهب في زيارات المناطق الشمالية من أجل
تطبيق بعض البنود مثل إدماج المقاتلين ونزع السلاح والتشاور مع بعض الحركات الأزواجية في بعض الجوانب التنموية التي كانت من ضمن هذا الاتفاق وكانت من ضمن بنود. واضح جدا سيد محمد ويس المهري الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من باماكو المالية، شكرا جزيلا لك.